الثاني إقامة الصلاة، إقامة الصلاة ولم يقل أداء الصلاة أو غير هذا. لماذا؟ حتى نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي عنا الموانع ولا يأتي بمبطل من بطلات الصلاة. هذه الصلاة الحقيقية، الصلاة الصلوات المفروضة الخمس، ولابد أن تصلى في الجماعة على الرجال البالغين. ومن يتخلف عن الجماعة فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب.